أطفال غزة النازحون يغنون ويلهون رغم الألم، يسرقون لحظات الفرح من بين الدمار والركام بعد أكثر من شهرين على حرب رأوا فيها القتل والتشريد. فها هم ببراءتهم يتفاعلون مع أنشطة ترفيهية أقامها متطوعون بساحات مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، علها تنسهم بعض ما عايشوه. نازحنا من الشمال لقينا ماشي، شفنا الدبابة، شفنا الجزر، شفنا كل شيء، مرميات على الأرض، واليوم عملوا لنا هالاحتفال وخلونا ننبسط فيه، أول مرة يعملوا لنا في هذا الاحتفال. إحنا اليوم أول يوم نفرح فيه ونرجع لحياتنا الطبيعية، إنا شهرين في الحرب، في القصف، في الألم، في الشتاء وفي الخيمة، ولا يوم ما انبسطنا فيه. ورغم عدم قدرة أطفال غزة على اللعب واللهو والاستمتاع بطفولتهم بحرية وأمان، إلا أنهم أبوا الاستسلام لأصوات الرصاص وأزيز الطائرات والخراب الذي تخلفه الحرب، وقرروا اقتناصه ولو لحظات من السعادة والاستمتاع ببراءة سنوات طفولتهم.